ما في شيء؟ ما فيني شيء. ما يعني غريبة داشة مكتب راشد من متى؟ لقيت بنت أخوك ولد الفلبينية من شعسين بالغرفة. يما شنو من شعسين؟ يعني أنت لما تدلقمين الحكي مالك حل. البنية وأخوها قاعدين مكتب أبوهم. ما بي يقعدون بروحهم ولا يعتب هني. يما هذول أخوان؟ أخوان بالدم. ودم مو صجي. دم فاسد. الأخوان تدرين شنو يا حنيدة؟ أخوان تربية ورباط وعائلة. ولا جوزو له رباطنا ولا هو سلكنا ولا هو شكلنا. ما سألتي ليش خولوه مفصخة حجابها قدامه؟ شو معناته؟ تدرين ايش معناتها يا استاذه يا مثقفه؟ لانها ما تحس انها اخوه، لانه محرم عليها. يما انت الحين اهدي عشان ضغطك لا يرتفع، ما صدقنا على الله ينزل. ريحه الدار عطنا عقب ما دخلها هذا. قولي حق ميريو اتي تبخرها وتنظفها عدل، تمسح الارض كل مكان المساء إن شاء الله. ميري 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 جابر أكلمك عقب. خلاص بعدين أكلمك. يلا باي ميري. قوة عميمة أنا خولت على قدي شويت. عميمة ماما غنيمة راحت غرفتها؟ صبت عظامي لما شفتها. أدري إن أمي ما تدخل المكتب إلا إذا في شيء شايد. زاغت عيونها يوم شافتنا أنا والولد هني بروحنا. كنت قاعد أوري مكتب أبوي ونسولف. على العموم خولة أنت ترى غلطانة. حتى أنت عميمة؟ احنا ما صدقنا على الله ان امي تخلي عيسى يدش البيت. لا تستفزينها، ترى امي صحتها ما تساعدها. بالله شو اللي بيستفزها بدخلت الولد المكتب؟ اولا انا اسمع عيسى، ثانيا انه اخوك. ترى امي ما عادت الأولية، امي تعبانه ما تتحمل. هذا انا جايتك عشان تقنعينها تخلي الولد يدش المكتب متى ما يبي. لا طبعا طلعيني منها. اذا انت اللي ما ترد ليش طلب قلبت عليك، انا تبي علي اشاره. بس احنا اخوان. اخوان انت والولد، بيني وبينك حتى انا مو مرتاحه. من صدقك يا عميمة؟ أنت أكثر وحدة تدرين الولد طيب ومؤدب وما شفنا منه شيء. إيش فيك؟ ما فيني، صار لي يومين صافنا ما أدري إيش أسوي. عندي مقال لازم أقدمه للجريدة، عندي استبيان لازم أقدمه للجمعية، عندي تقرير لازم أقدمه. لا عجلتي. زين قولي لي شو اللي مضايقك؟ ولا خليني شوي ماني قادرة أركز. إن شاء الله، بس أنت لا تضغطين على روحك. وعيسى ما يدش المكتب، ما تقعدين معه بروحكم، سمعتي؟ حاضر أنت تامرين. عميمة أنت في شي صاير بينك وبين عمي غسان مضايقك؟ لا تخليني أتحسف إني عديتك مرة وقلت لك السالفة، قلت لك هالموضوع ما يتبطل مرة ثانية. خلاص خلاص أنا آسفة، بس كنت قاعد حاتيت شفتش ضغط على عمرك وايد هالايام. بابو يلا بسرعة. I want to eat. بعدين بعدين ماما غريمة خلاص أكل أول. هذا نفر ليش أكل الحين؟ هذا نفر منو؟ شو سوي؟ خلاص راجو بعدين بعدين. واجد أكل واجد نوم، ما في شغل؟ خلاص راجو ما في قرقر واجد، هذا نفر واجد زين. في مشكلة؟
انت ليش زعلان؟ انا ما في زعلان. انت ليش اجلس هنا؟ ما في شغل؟ شغل؟ لازم اسوي شغل. لازم اسوي تنظيف، غسل سياره، غسل عش. خلاص خلاص، ما في زعلان. ما في مسخره. انا اقول ماما غنيمه، هذا نفر محزن، واجد اكل واجد نوم، ما في شغل. شكرا بابو، اكل وايد سين. كل يوم تعال. ايسا تغديت؟ ايه. شفيك زعلان؟ لا. ها قولي من مضايقك؟ راجو ولا بابو؟ No, not at all. I'm one of them. ايسا لا تقول شذي، انت مو واحد منهم. I'm not one of you as well. بس انت زعلان؟ انا لست، انا ما في زعلان. خلاص كيفك، اذا ما تبي تقول على راحتك. انا اسف. Sorry if I'm rude. لا عيسى لا تقول كذي، انت اخوي. انا ما في شيء اقول. لا عندك اشياء وايد لازم تقول لي اياها اصلا. المهم قولي، اشتغل النت بالغرفه عندك ولا لا؟ Yes. Thank you. جازيت حق من خالتك رسائل؟ انا لا يستطيع، ما يقدر. أنا كوب. I'm a bit nervous. ليش؟ خولة. دش داخل ليش بسرعة، دش 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 داخل. هلا خولة، شلونك؟ الحمد لله زينة. أنا بصعد ماما غنيمة، موجودة فوق؟ إيه إيه ماما غنيمة قاعدة فوق. يلا يلا أنا صعد أسلم عليها. نوران كاهي موجودة بالسيارة بس ما أدري إيش قاعد تحس، ما أدري شنو ضايع منها. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا وغلا. هلا والله. شلونك؟ الله يجمل لونك، الحمد لله بخير، دامك بخير. ويا عيسى، قول آمين. يعلى الله يبلغني فيك واشوفك معرس. امين يما. اقول لك مريت نورو الجامعه وقلت هي اسلم على حلوه اللبن. ها استريح استريح، نورو جات معاك؟ اي يما، اعتقد راحت حق خوله. واختك هذه ترى ما تستحي ولا تفتهم، خدايو بتم خدايو. ما تقول امر على يدتي اسلم عليها؟ يما نورو زعلانه. اوي زعل بيعل، هذه بعد عندها احساس وتعرف تزعل؟ لا يما، ترى نورو مسكينه هي صج ثوله شوي، بس يعني قالت انها تقعد مع خوله تسليها، ما تبيها تقعد بروحها. الله هنوير، ضايق خلقها على خوله عشان قاعده بروحها. والله يما، والله كلنا ما نبي خوله تضايق. الله يواليكم بالعافيه، ما تقصرون ما تقصرون يا يما. هذا اقول لك يما، يعني لو تخلي نورو تقعد عند خوله يعني يسلون بعض يما. عيسى خولة طول عمرها قاعدة بروحها، ايش طرى على بالكم الحين تفكرون ان خولة قاعدة بروحها ولازم نقعد معاها ونجابلها؟ يما الحين نورو صار لها حول السنة عندكم، وبعدين خولة تعودت عليها. اي ومن اللي قال لك تتوسط لها عندي؟ اتوسط؟ لا لا ابد ابد، ما حد قال لي، بس انا قلت يعني هما متعلقين ببعض وخوله يما. خوله تستاهل، بس نوير مالها قاعده عندي بالبيت. ايه اللي قالت لك انت تكلمني؟ وي وي، ما بقيت اطلع من بيتنا، تصدقين بيتنا قبر مو بيت، صج صج صج. ان شاء الله يا رب ماما غنيمه تقتنع وتخليني اقعد عندكم. حط شان زين البيت نفسه اول نوره، ماما غنيمه مسويت لي حظر تجول، ما تبيني اقعد مع الولد بروحنا. ايه وانت ليش تبين تقعدين وياه بروحكم؟ هي حسبالك انا ثوله نفسك، انا اقزله وبهلوله واسوي له حركات من ورا ظهر اخوك؟ انت ايش فيش؟ ترى اخوي مو جاي عبط، اخوي جاي علشان يقنع ماما غنيمه انه يقعد هني. عاد على الله تقتنع. لا ان شاء الله ان شاء الله بتقتنع. شوف انا فكرت ومخمخت ودريت ان انت غلطتك وغلط اخوي مثل عن ماما غنيمه، تشرك فيكم. تحبه هي حيله، تحبه
اسمه عيسى اول حفيد. زين احنا بنتم وايد هني مطولين يعني بنسولف تعبطين انت اللي قاعد تهدرين. امشي امشي يلا.